احنا وصلنا الكهف، هو فين هو؟ هذه هي الباب ديالو. احنا خوتي في وسط الكهف، يونس اخي، يونس الغلماني مستكشف ديالنا. شوف تبارك سبحان الله، قال لك هذا الكهف هذا وصل، كيقولوا وصل سنواد له، ما عندوش النهايه ديالو، حتى واحد ما قدر يزيد يدخل له. كان انا واحد الكاوري كان كيجيب ماتريال بزاف، وهذاك ما قدرش يوصل للنهايه ديالو. حنا نعودو في هاد الخندق غنشوفو شني تما كاينه شي باب ولا كان كيشعل بروجيكتور ضد الضو، مكانش كيبغيو يشعلوه. داو داو ديك المرطع، كبر كبر. كما نعودو يلا قبل ازاقنا يا وحنا كاملين عندنا سبردينات كيزا. ضوي ضوي هنا باقي كيحفروا، هنا كانوا باقيين كيحفروها على طما نزلوا هنا على طما راح جمجمة واقيلة. كان باقي كيحفروا يونس هنا، هذيك اللي داو الاثارات من هنا سبق لهم داو زيت، سبق لهم داو الاثارات. قال لك من هنا سبحان الله بلا كفا هذا. الله العظيم اخي الكاس، سبحان الله اخي. لا دوري على الدروس صافي كاينه من الليل. داو 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 نشوفوا هاد الجهه شنو فيها. داو هاي داك داو هاي يلا نعاودو يلا. والزيت وشي كريم تيجي هاكا هذا والو ما كيوصلش. تو واحد البلاصه رافع 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 الغرس تيتو هذاك ما فيها كيصفيها. عمل ها سي يونس، شي كلمه للجمهور التطواني والمغربي بصفه عامه. خواتي احنا كما كتشوفوا في الغار اللي كتسمى غار تحت كيف تحت الغار هذا خواتي ما كيتسالاش، هذا كيتصنف من ثاني اكبر كف في افريقيا. هذا كان جا واحد الدوري كيسميوه بالجومبيان، كان كيجيب امكانيات خارقه باش يوصل للحد ديالو ما كيوصلش. كان كيجيب واحد جروب الكتريك، واحد جروب كيخدم اكليراج بواحد الطاقه كبيره، كيخدم كيجيب 60 70 80 حتى 100 طلون، 100 الواط 80 الواط 90 الواط، كيجيب البولات الكبار. ملي كيجي ماري الجروب كيشالو البولات اللي في الداخل هذا الكاف، والبولات اللي كيكونوا عنده هنايا في وسط الكاف كيتحرقوا كيشعلوا كيتحرقوا في البلاصه. عرفت لو كاوري وكيما شني زعما هادشي هذا، واش شني كتقصد بهادشي هذا؟ نقول لك هاد الكاف نقول لك اخي محمد انا بدي لي حد الساعه ما عرفش الحقيقه ديالو. واش كتقول زعما الجنون كاينين في هاد الجهه؟ كيقول مسكون كيكون هنا الجن، غالبا كيقولوا مسكون بالجن. وهذا وداك الكاوري اللي كنهضر لك عليه كان كيعمل البحث ديالو هنايا، كان كيحفر في هذا الشيء اللي كتشوف، كيحفر هنايا كيجيب الامكانيات ديالو كيبقى يحفر.
وجبر جبر العظمين ديال الحيوانات كبارين بحال الضب بحال النمر بحال الاسد نجبرو من هنايا. كان عنده الدري طلبه كيجيو كيقراو معاه حنايا كيدي شو لحضراتكم كيديهم لابوراتوار بحال اليد بحال اليد عامل هيك بحال اليد عامل هيك وكاين كيدير لاطوم هادو لابوراتوار وكيجبر لاطوم هادو الضب السباع النمر شوح اليد داو بحال سبحان الله والله الا بحال يد داو عامل هيدا سبحان الله يد مقطع له شي مقطع له الصبعين هذوك اربع صبع مقطعين وواحد هذوك طويهم هيدا كيشاهد اصاحبي طويهم هيدا كيشاهد لا اله الا سبحان الله سبحان الله اسقف اسقف عمل الضوء اسقف مكبر كبر كبر والله الا سبحان الله كيشاهد ايوا زيد اسي يونس كملنا على الروايه شوف واحد الروايه هي يا اخي محمد كما قلت لك انت هنايا كنت كيبقى يحفر هنايا فهمتي بيلان بيكوس كيبقى يحفر في الارض كيبقى ضغط من بزاف انا عند الدراري اللي كيديروا حتى منا كي كيبقوا من الزرقاء من بيسنا من الزرقاء تما كيبقى يغسلوا كيغسلوا ديك العظمين كيديروا الطلبه كيديروا لابوراتوار كيعملوا عليهم الدراسه ديالهم كيجبروا العظمين كيما كنقول لك جبروا العظم بالضب الضب الاسد النمر الحيوانات بزاف كبارين هادشي صراحه ما بغاش كان هادشي الله اعلم واش طول السماء هذه ديال المعلومات اللي انا نمشيو نصورو نشوفو شنو اللي هنا